اليوم في سناب ولا ما في؟ سناب اليوم في سناب يوم اليوم يوم الهي اليوم ليه اليوم يوم الهي اليوم ليه بناك متوقع ليه هالنمونة اليوم يوم الهي ولا يوم الله؟ اليوم ليه يوم الهي يعني شيء سناب اليوم؟ اليوم في سناب أكيد؟ لا أكيد 100% 100% ليش يريد سناب نفرات؟ في مسكرة هذا نمونة أنا في سوق اللي في مسكرة نفرات زي بارك الله في ممكن في صالة هذا نمونة أنا في كار هي هذا نمونة زي ما شيء مشكلة يا متو شو اسمك أنت؟ أنا متو شو؟ متو أنا نيم لا كامل نيم فل نيم متيا لا كامل كامل كربيا متو أو كامل كامل فاميلي كلش بابا يدك كربيا متيا انا نيم هي وبابا وماما منافي ماما في ماما في راكاي رقية راكاي انزين وبابا got this ولايتي ها ولايتي ولايتي صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور وكيف حالكم شو اصبحتوا شفت البارح ما رمت يود عمري ليل في الليل وانا اتمرقت في خاطري بقول لكم بخبركم عن ان اليوم يوم الهي زين اقول لكم اقال حق حفيظ يسحبون طريقه الخمير والعلم والخبر ها ريدي وينك الحين ولا بعد شويه ها؟ يلا يلا هالبيوت تخدم الخمير وكل هالبيوت تخدم الكبار غير انا همتني الفعل بنيات الصغار اللي توهن معرسات اللي ما ضرن في بيوت هاليتني خدما ترى الريل يعيبه يوم يشوف هم عياله روحهم سوت له شيء وخادمتنا ويابتنا له على غفله حتى لو المساء الخمير والكباب والبلاليط والخبيث ما بلازم فرض هو ان الريوق لا حد يتريق خمير وتباب وبلاليط الريوق المتعارف عليه وحد يستعمله 90% حاليا من البشر يستعملون كفاله الفاله هاي المغرب بين المغرب والعصر هذا وقتها وقت الفاله فكل حد كل وحده ممكن لازم تعرف تسوي انا امس تعليقاتي معلوم انها قاسي شوي لكن من محبتي لكم اسولف واضحك وياك انت بعد غير نمونه وحده منكم سوت لي كباب محروق صنباخ ورية يعني معقوله هذه انا اعطيتي ريلك هذا ابوي مات تبي الفكاك انت منه قال لي خادم الكباب هذا البلاكي تبين الفكاك منه فلذلك بين فتره ثانيه انا مش طباخ انا انسان هاوي وعندي بشاتير وعمال مثل حالي حال عرب يا غير انا بشاتيري معلمنهم انا وام عيالي معلمينهم على الشيء اللي نحن نباه اللي يوزلنا نحن و90% من اللي يوزلنا نحن يوز للناس اللي تعرف للاكل ما حطوا لهم اي شيء سرطوه لا نحن ابوي مات يوزلنا للشيء الفنان فلذلك كل اللي يوز حق الجماعه اللي نحن نعرفهم ما يوزلهم الا الشيء الفنان انزين التنياطي وقف نصخ وقف عندي ولا لا 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 انزين المراد
فمثل ما قلنا كل حد ابوي يعرف الخدمه غير نحن. انا مطلوب علي شيء هذا وانا ما عندي الحين متقاعد لا شغل ولا ضمنه. فلذلك الحين بنرويكم مكونات مال الخمير. شو المكونات حفيظ؟ بسرعه تكلم. هذا قلت طحين رقم 2 اي واحد فنجان سكر وهذا واحد شوكة حمير وهذا شوكة بيكنج باودر وهذا شويه هذا واحد شوكة حليب نيدو خمسة عشر فردة صح وخاشوقة صغيرون بكم بودر خاشوقة صغيرون مخمر وخاشوقة صغيرون بذيب مرضرضة ما بمن نعيمة فودر لا لا لما تشوفون مرضضينها المثيبة هاي هي المثيبة حد يسميه ما أدري شو حد ما أعرف شو حد نعرف يسميه وخاشوقة صغيرون نيدو وفنيات شكر وشيلة خبيص طحين الخمسة عشر فردة هاي يمرسون هذا يا بين بس اللي نرويكم إياه ها هذا المريس مبروس وزاهد ومظهورة منه ال كل شيء أعطي خاشوقة بسرعة أربع ها مظهورة منه القشبار والحنثوي الكامل ها فما لازم ها على ما تشوفون ها فين يتكون ها يلا عين عين بسرعة كود ابوي عباس على دباس يا بسرعة بسرعة ما شيتين للي بيقول انا وانه ليش ما يلبس قفاز نحن ابوي حق بيتنا نخدم انا روحي اجزم القفاز القفاز بكبره انا اجزمنا انا القفاز روحي اجزمنا فلذلك دخيل الله اللي عنده فلسفة لا يتفلسف شكرا جزيلا بارك الله فيك فيك لأن فيكم وحليهم ما يقولون شيء مساكين لازم هاي ذرة الملح ها ها ريحة ها ذرة ريحة هذا لا بد ولا عذر منه ها خلاص المكب كثر عاد حفيظ الماي ما خبرنا شويه زياده ما في مشكله هذا مش ضروري قياس ماي هذا عازم كيف نمونا يجي على اللي على العيان هي تتلاقط مكان واحد غريب العينه ترى ما بلازم تكون يابسه وايد ضروري العينه تكون لينه هذا هذا قوامها لان اذا استوت العينه يابسه اذا استوت العينه يابسه قد القرص ما يتشاهد شرات الربل اللي حين تونا عيناها هاي مسويها سنبل يعني بس للي حق اللي يبي يطالع هاي كذا خمرت وزاهبه كم ساعه خليتها؟ ده 4 ساعات 5 ساعات ما في مشكله بس زياده ما في زياده ما يزيد عن 5 ساعات يعني اللي بيتعينها الساعه 12 في الليل بيعينوها الساعه 5 يعني 12 الظهر حق فاله العصر يلا أهم شيء اللي بيشل العينة ما يلس يضربها وهي داخل خلاص شلوها قطعة واحدة قطعة واحدة ما يلس يضربها اندلتش الدلاتش ما شيء فايدة الدلاتش يردها على قوامها الأولي يعني ترد كأنك ما خمرت ولا تعبت ولا سويت أي شيء شو وكل دلقومة على ما تشوفونها كبر كل دلقومة كبر الفنيال العادي ما فنايلي انا اللي اتقهوى منهن انا اتقهوى بالفنايل الكبار لا فنايل العاديات فنايل العادية يعني جيب هاك فنيال شي فنايل ما فنايلي انا فنيال مالي انا مال قهوة فنيال العادي فنيال هذا الفنيال العادي المتعارف عليه في البيوت هذا فنيالي انا بتحيدهم ما يوز لي الا شيء الراقي يعني. يلا يلا حفيظ يلا سواه عند لاقب على ما تشوفون اهم شيء وقت الرق ما يرقون للقرص وايد يعني يخلونه مترحرح لان ان رقيت زياده على اللزوم غدي يتمايط شرات اللبانه حفيظ ليش كم خبز يجي هذا واحد قوطي هذا قوطي يجي
8 زين يلا يلا اشتغل اشتغل. هاي اللي هاي بتاع في السوق هاي يسألني وين هذا، هذا أول بادي، وهاي بيضة واحدة تنشرخ، لازم تنشرخ وتنحطها على وين القرص. أول شيء هذا السمسم، لازم السمسم يكون مهنهن وحمر، ما تشلوب على الضوء اللي داخل، وهاي مثيبة نعيمة يندر على وجه القرص. خلاص من يشوفون حفة أطرافه شوية حف شلو عقو داخل. يلا ثاني ثاني شوية أحمر. هذا القرص الذهب يلا حط القرص الثاني، ما يتريون وايد، ولازم من نحط القرص اللي داخل ما بتكد تيلسين من الفضول تبين بسرعة تشلينه تواجين عليه احمر ولا ما احمر، خلي على الأقل دقيقة واحدة ان ازمته تفتحين على يظهر الهواء الحار، الهواء الحار ينظهر ما انتفخ القرص، ما ينتفخ. شو الحين ايش قاعد بنتفخ؟ بتنفخ القرصة. شو وجه الحمر هذا، يلا يلا بسرعة يجربون شوي دقيقة واحدة يركبون القرص الثاني. ترى بالإمكان تركب قرصين فوق، تروم تركب قرصين أو ترومين تركبين قرصين فوق بالسرعة يعني. والأحجام أنت حرة، شيء ناس يسوون مني خمير على هالكبير على كبر رويه الفنيان، شيء حد من العرب يحبون يسوون خمير صغار على على كبر رويه الفنيان، في غدي بعد لذيذ والله فنان. هذا شو شغل حمر متنفخ، نزلوا القرص الثاني. لا بتعاد من الدهينة اللي بالخوصة، هذا حد من العرب يحطون مشاوى ويا الدهينة، يعني انتوا الحين لو تروحون انتوا الريحة روي ابوك الريحة تضرب في خمرة الراس. شكرا حفيظ، شكرا، ثانك يو فيري ماتش. بس تنزيل هريس يعرف يسوي خمير؟ ايوه معلوم شباب خمير، هو سوي مرة مرة انا سوي مرة مرة. ايوه ما شاء الله ما شاء الله، وقت تيجي من بلاد يعرف يسوي خمير شباب؟ يوم تجي من بلادك تعرف؟ درة البطن مكبرة. يلا ثانك يو، شكرا حفيظ، شكرا هريس. وهذا ذهب لي داخل عن خاطرية لبس شوية كان. يا سلام يا سلام، خلي خلي لين يحمر هذا ولا ما فيه ثرية. يلا شكرا حفيظ، الله يحفظكم. ريوقي حي ياسي يخدمون هنا، هذا اللي هو الفقع وقت الموسم هما العام يعني عام تكمل 10 شهور ينظفون ويغسلون ويفرزنون يحطون في الفريزر، اللي حقينا يظهرون من يوم في الليل. هذا عاد شد حينه انغسل وتزهب وتنظف من في الليل 1600 ودي مغسول، لان عسب يطيح تراب عنه. مسوي اللي عاده خليع بفقع بيضة واحدة بهذا. في اويل ولا ما في اويل؟ نو اويل. ثانك يو ثانك يو. يلا اللي يسأل شو الخليع، الخليع لحم مقدد، لحم مقدد ويتم تخزينه بزيت زيتون من المغرب يجيبونه، اللي عنده حد في المغرب ولا جاي من المغرب ولا يعرف حد من موظفين في المغرب يجيبون له، فنان شيء فنان ولذيذ وغاوي. مسوين خمير، هذا خمير مال البيت. ما يجي فيه عين وي القرص تعرف عن خاطري بخبركم عاد ما بخلي ولا بقول لك. شو ظنكم بلفه احنا حي خربانه خربانه عن خاطري احنا ما بخلي خاطري تحت. اوه وعلى هالحال على ما تشوفون حطوا ابوي الخليع وعقوا عليه شو اسمه الفقع، وعقب عاد يعقون البيضة هاي المشروخة وعلى وجهها الفلفل الحمر. واليوم عاد أنا متهلع على دهينة طيبة، ها فرنشة
حط شويه دهنه طيبه من فوق شويه، والحين حتى في الجلي هاي حط شويه دهنه طيبه، لا تحطي لي زي زيتون، عيستي ابوكم زي زيتون. يلا خاطري خلي شيء في خاطري، انا مدحوب راحتي وقره عيني خير لي عن لبس الحريري، في خاطري وعايبني ليش لا يعني شو المشكله يعني. انا بخير ابوي، ما تباني انت ذاب بن دبي. انا بخير، انت وين؟ انا ما نسيت يا صلاح، متى بتي؟ بعدين ما شي مشكلة يا صلاح، ما شي مشكلة، انبسط انبسط، ما حد يصير ابوي عند الاهلية ويرد ما مبسوط. شالينك فوق روسهم، شالينك الاهلية فوق روسهم فوق روسهم، والله ونعم الانساب يا حافظ عليهم. قالوا بك ما بمخلي بك مكان. سلم سلم حبيبي سلم. زين زين زين. سلم على يعقوب، سلم على يعقوب ولد يوسف اهلي. قولي قولي خالد شكرا يا حبيبي شكرا. عفوا يا عاد يوسف، يوسف ما اخذ بنت حياه اخوي محمد الخالدي. ايه حليله. زين صلاح عبال كم ما شك انساب انساب من سنين متناسبين وياهم، الحين اكثر من ما ندري كم من سنه. يلا انقحضي. صلاح انت معك على الخط؟ سكر ذره. شوف بس اللي بيضه وحده. هو لازم بيضتين يعني. لكن انا طالب شيء حسب ما يكون بيض وايد. ما بتحطي فلفل احمر الحين؟ بسرعة توكلي عاد احنا انا احب الفلفل الحمر المبروك يعني. قلناكم قبل ترى الفايدة اللي في الدنيا بدك كلها فيه. يلا دهين 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 من خاطري. ريحة دهين ريحة. يلا ثانك يو. يقولون في السوق شيء فقع معلب يبونه من المغرب موجود في الأسواق، فقع معلب بقواطي من زمان اول انه شيء هذا موجود في السوق، غير انا ما ادري ما شفته ما ادري. اول بسال عنه هو بسال عن دواركا دواركا دوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. جود مورنينج هاو ار يو. ثانك يو. يلا بنامس على صلاح. يلا الله يحفظكم. بصل اشرح بيضة وحدة تكون قبانة هالمتن بيضة وحدة. طريقة الأولية يعني متعارف عليها اللي هي لقمة وقرمة. شو بقولكم؟ والله الدهن الطيب مسوي لاعب العايد يا ربي. شي فنان الدهن الطيب يسوي بوي ما حد صبر. الذواب وايد ضروري في كل اكل، تسوي نوخه وطعم. شو بتسوي عاده؟ يقولوا انها تمثل، ما اظن تمثل، لو تمثل غذينا خروس. يلا. اولا مساكم الله بالخير. عادة أنا أقول صباحكم الله بالخير، اليوم مساكم الله بالخير. شو السبب؟ صرت الله يحفظكم مكانين لو ثلاث مكانين وكلها ممنوع التصوير، هي عند الباب حاطين يا ويلك يلي تصور مكان كامل ممنوع التصوير، فلذلك احتديت إني ما أصور ولا مصبنا ويصور ولا مكانهم قوي. بخبركم والله يا أبوك ما يتولى. إنزين وحين يا الله يحفظكم ساير البلدية، ساير البلدية ساير توثيق العقود، توثيق العقود عندي ساير، عندي عقد ساير وثقه لنا مالي مال العقد يخصني انا واخوتي يعني مال ورثه فله الزعفران. ابطت والله ما لقطنا لها متجر، ما لقطنا لها متجر لان قدامها يميع النخل ومسكرات المدخل. عاد يوم نظفنا المدخل وهذا لك 600 عادم اياها المراد.
العقد وبخلص وبطالع في البلدية اللي لقيت شيء يتصور صورت لكم فيه، أما لقيت عاد سامحوني. الله شو بقولكم، الدنيا بعدها حم وتتوهي، الدنيا حرورة بعدها، شو ظنكم سهيل غير رهية ورد نزل، يقولون طلع سهيل يا غير أظني غير رهية ورد نزل، ما أظني السنة، قال أبوي أنا ما في كل سنة أظهر من وقت السنة، خلهم أبوي الجماعة بعد أبوي لا قاض الخصاب ولا الهلالي تو يبشر، فلذلك أبوي خلي شوي خلي شوي تحت عقب أظهر، يمكن يظهر آخر شهر 10 يمكن يتشاور أظني. أنا أبوي طلعت عدل غتركت ما شيء، اصبر اصبر زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوي هالرجال اسمه منصور، لا سعيد، سعيد مو منصور، ومنصور أنت، أنت وأنت بطي سعيد والله والنعم. تحيدوا من مدة حطيت لكم صورة، تعال يا أبوي هني عندك أقول لكم من مدة ما حطيت لكم صورة شير محروق الموز يوم الرياله وان الموز احترق وما ادري شو، الحين قبل دقيقه ما كنت ارمس وياكم عن سهيل انه غير رايه، كان ظهر سهيل ورد نزل مره ثانيه. نعم الحين توني كنت ارمس. نعم صدق. شو ظنك الحين؟ انا اقول في خاطري غير رايه، ما ادري يمكن يجول طالع ملك، انا اشوف انه غير رايه. والله يا ابو الدنيا بعدها حروره. نعم صدقك. بنجيك على الموز، هذا على الله يحفظكم ابوي، ترى حين هذا وقت الغرس، نخل لومي هنبه اللي بتزرعه السماد بعده. الله يحفظكم للجميع. ان حين ابوي هذا وقت الفسل، الفسيل اللي بي عند الشيرة بيجورها بيغير وزقنا بوت. اي نعم قوت. زين اللي عند ابوي شيرة بيحول مكانها، بيحول مثلا معترضه في قدام باب بيغيرها، هذا وقته يعني الحين وقت زراعة كل شيرة، وأمية بلمية بحيل من الله بقوة من الله إنها تضرب إن شاء كل شيرة. ورد أبوي يزرع موزك من يدي لا مزروع طالع لك، زرعته غيره. عياله روحه والله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقكم إن شاء الله جميعا. منو قال أنتوا في خليفة ساكنين؟ نعم. منو قال هاي الأصبخة بيظهر فيها موز وغير موز؟ صلاة الأول ملح فيها لا إله إلا الله، شاء الله خف علينا. الله يسلمكم حبيبي، تلاقى وياكم داخل، الله يحفظكم. كل من قطع نسيح يا نوادي، كل من قطع نسيح يا نوادي. وتوني خلص من جماعه وحين عاد بدخل بلديه، بخلص موضوع اللي قلت لكم ساير عسبه مال شو اسمه مال تصديق توثيق، يقولون ان التوثيق بعد ما بالله لازم تعنى للبلديه، يقولون موجود في كل مكان في عدة أماكن مسوي لهن أفرع، يعني مثل ما تخليط المعاملات في شيء البترول في مال تسهيل وما أدري شو ما أدري شو أشياء وايدة، لغاية ما تحضرني أساميهن، أساميهن متشابهات على هالأساس، ما أتذكر شو هالاسم. وحين بدخل من أخلص برد أكلمكم إذا بتشيك إذا كل كان موجود. أقولكم اللي منكم رام يكتب طريقة الخمير والمكونات يرسل لي اللي كتب المكونات يعني والمقادير والطريقة، واللي كان حد منكم رام يصور الفيديو طريقة التجهيز وهاي الأشياء يصوره ويطرشه حق العرب ويبون الشيء مكتوب أو أنه يخطف بسرعة ما يوحينا نكتب على المكونات ولا سمونه ولا طريقة الفيديو، ما وايدين اللي يطرشون لي عاد عقب، لكن باه اليوم نحن محتاجين لموضوع هذا اليوم اللي هو المقادير والطريقة والفيديو المضغوط، اللي بيرون بيتيمل جزاه الله خير، وطرش لي على الواتساب اللي الحين بحطه. شكرا. حطوط كم كل العرب تعرفي غير الحين بنحطه مرة ثانية. أقولكم كل اللي طرشه وحينا في هالدقيقتين لكوا 600 ورقة، يا غير خربشان خربط بربط ما شيء واضح، يعني منو بيعرف يقرأ هالخط هالنمونة؟ لا اللي ممكن يتيمل يكمل يمالته، يكتب بخط واضح والطريقة والعلم والخبر شيء مرتب، شيء خربط بربط منو بيعرف يقرأ؟ منو بيعرف يقرأ هذا كله؟ اللي ممكن يتيمل تكمل يمالته، تمسح اللي طرشته الحين
وترد الطرش من يد ويديد شيء فنان غاوي حق نعرضه على الستوري وتستفيد منها العرب. يلا ياركن الله. تدري حين على كملت منية الجوال البلدية تقريبا حوالي 3 ساعات أظني شغلي بالي 10 دقائق رمسوا يا العرب أكثر من بعد من هذا. عليكم السلام. هذا على هالحال من هاي الساعة وين بخلص؟ ما بخلص المعاملة. المعاملة. جزاك الله خير. الله يبارك. مرحبا بارك. يا رب ترى نحن متعمدين نخرب عليك. ها ويلكم من الله. مرحبا مرحبا. يوم هالنمو وين بخلص المعاملة؟ وخرب عليك. الله ييسر اموركم ويحفظك. شو اسمك انت؟ يوسف. مليون مرحبا مليون مرحبا بالحواسنا وام حاج حوشه. بارك الله فيك. سلم ابوي. انتم الحواسنا عاد بالذات فيكم خياره جليل تحصل على حظ. جزاك الله خير. مطيبك هالابتسامه من تشوفون الادم يصير تبسمت. جزاك الله خير. الى الله يبارك. الى الله يفرحكم ان شاء الله. يبارك فيك. تحياتي لكل الاسره الكريمه كلها. اقولكم في الجوازات حب الجوازات تسمونها هي البلديه. البلدية تحت شيء قسم الطباعة. ابدا قطنا ريال والله حيكم وحي ابدا. الحمد لله زغت حركت نسيت نظارتي. ابدا والله ما خلى شيء. كتب قاصر حتى قاصر قاصر علي وقع مكاني. يا الله يطول عمره ان شاء الله ويحافظ. ابدا الحين قالوا بحط صوره مال الكهرباء ودي حق المؤجر وهو اللي لازم التوثيق. قالوا انت ما لازم تسوي التوثيق، انت مسجل الفله التوثيق ابوي على سمونه على المستاجر. ليش انت تتعبد؟ انه شاف بس اعطونا شو يبون وهو بيكمل المعامله. جيت حق قالوا لازم تجيب الفواتير الكهرباء الاوليه تصير تديهن ومال المأجر اللي من قبل. قلت له ابوي انا دافع الكهرباء اللي من قبل. قالوا يجيب لنا ما يثبت ذلك. انزين جيت عاد فوق طلعت من الطباعين حق قسم الكهرباء اللي هم هذيلها هذا شركه ابو ظبي للتوزيع. انزين جيت عندهم قلت ابوي الحين يقولون شيء فاتوره. قالوا هي نعم شيء فاتوره حاليه وشيء فاتوره سابقه من سنتين لو سنتين ونص انت مدنها. قلت انزين دخيل الله الحين انا مدنها عن الورثه 7000 درهم كانن. كيف اظهر هنا الفلوس هذه؟ لازم اودين حق المحكمه حق يشلونهن او عند هل بالقصه. قال ابوي بنعطيك الوصل. ثار ابوي كل شيء عندهم. قال ما بالله سنتين ثلاث حتى لو من 20 سنه مدفوع كله مسجل اللي دافع انه التاريخ والساعه والتيم كل شيء اديته موجود. واشهد ان دق الكمبيوتر واظهر هالرجال. شكرا بارك الله فيك. يا الله يحفظك يا ابوك. حليت لي ازمه زايق انه ما بيعطوني اياها البيزات. يا الله يحفظك ويطول بعمرك. جزاك الله خير والله ونعم الموظف الموظف المناسب في المكان المناسب. شكرا شكرا شركه ابو ظبي للتوزيع. جزاكم الله خير. في كل مكان في البلديه حاطين لكم مكان في وين ما تصير حاطين مكان. شكرا. تفضل. زين شو الحين؟ هذا الحين اللي هو كشف الحساب للشخص السابق. انزين انت بموجب مسدد المبلغ مثل ما هو ظاهر هنا. أيوة. في التاريخ الفلاني المبلغ المسدد 7551 درهم. انزين وفي نفس الوقت تبين لك انزين انت شو تستفيدون منكم يودين هالشيء؟ هذا مدفوع من سنه من مده طويله يعني شو تستفيدون انتم؟ هذا نستفيد اللي هو للمراجعين يستفيدون فيهم ان المبالغ المسدوده ان يطلبون بعضهم يطلبون مبلغ مدفوع في التاريخ الفلاني مثل حالتي انا حين لان اذا انت تدافع عن طريق البطاقه اون لاين او عن طريق الماكينه عمرك ما يكون فيها الاوراق فانت تضطر تطبع كشف الحساب عشان يظهر لك انك انت مسدد في اليوم الفلاني. مشكورين والله حليت ازمه زايق عليهم بونها 7000 مالاتي انا. جزاكم الله خير. الله يرحم والديك. الله يطول بعمرك. عمرك طويل. شكرا شكرا. مرحبا وسهلا. كان في الجوازات ولا في المرور ولا في المحكمه ولا اي مكان كان السؤال كله عن صلاح. والسؤال اول سؤال شو سؤالك توك تسال صلاح؟ بس عن صلاح. نعم عن صلاح. شو السؤال كان؟ عن صلاح توك اخوي. ايه بيعرس بيعرس. كلنا ابوي يسال عن صلاح. ابوي صلاح جوزتوا له بعكم؟ كل حد يسال عن هالمعلومه، كل حد يتخبر جوزتوا له. انزين ابوي وين الحي؟ حرمه ابوي ترضى؟ ماشي كل ما لقطناه الحرمه
شافته قالت ابوي اول هي وعقب ابو ما ان شاء الله انزين لك انا ابوي الحرمة تبى واحد صاحي 16 انا صلاح والله انه فقير ربي تقاصره هي شرخي عسل يا القوة دعت الله صلاح والله السواح من مشان أكل مكان وين أنا أكلت على الطرف اليمين شركة أبوظبي للتوزيع خلصت المعامل وتحين صورت الريال اللي توني كنت مسويها وسولفنا ورمسنا وبعد شوية وصديته لأنه وراي ريال عقب ما سلمت عليه قال لي ربها أمورك طيبة قلت أموري طيبة شيء شفت تقصير ولا شيات علم ولا خبر أي شيء أنت عليكم السلام رحمة الله وبركاته ما شاء الله ما يندرافه منه انزين ما يعرفوني ما مصير يومين انزين قال لي محتاج شيء خدمة ولا شيات انا تحرر لحقي انا ابوي خطف على الواد بلي اسعار كاونترات كلها وعقبتها جيت كلمته وشكرته وجزاك الله خير وقال ربي في مكتبه وهذا مكتبه ترى ابوي مدير من المدراء الكبار والمدراء ما بياسف مكتبهم في البلدية يحوطون ابوي على الكاونترات ابدا ما يقولون نحن مدراء يهم اهم شيء عندهم انجاز شغل في الموضوع هاي ضيافتهم عطوني بحلاوه بعد القرطاسه التاب بنفسجي مشكورين ابوي ما قصرتوا هل بالبلديه زين اقولكم وتيسرت الامور الحمد لله وخلصنا وحين ابوي متجهين بحفظ الله ورعايته الى المنزل اليوع ليه في الدنيا كله فيه يلا تمالا استوى عندي لبس في الموضوع احيد الاول المدير نعم شو ها مرحبا بك كيف حالك كيف انت فاقولكم احيد الاول المدير ما يظهر من مكتبه المدير متفيزر داخل عسبة غاب بتاخذ لك ابوي 15 ساعة ابوي هذا المدير روحه ظاهر حق المراجعين ابوي المد اللي الحين كل شيء اختلف اساله اقول له ليش قال الحين ابوي اهم شيء نحن عندنا رضا اللواد مليون ان يكون يعني مبسوطين ان الخدمات اللي نأديها شو الفائده مدير والموظفين اللي عنده ما ينجزون اي شيء يرضي المراجع يلا السلام عليكم شباب نعم مرتبش رابشني زماني ها يعان ما اعطي علومي هي والله يعان يعل عمرك طويل غدا البلديه ما با مال مطاعم ليلهم يلا شي تبون بس عليكم عاده اليوم ايه تعب اخبركم اليوم شي خروفه في الليل هم خروفه من الاطوار خريريفه خريريف ان شاء الله بنعدها والله توني عقيت على سفرتي مبوني عيبني اصور شي وانا جاي امشي شي كالعاده اصور وانا بسفرتي يا غير نسيت انزين الحين عاد غدا البيت غداهم مرقوق وانا غداي على الله يحفظكم ملوخيه ويا خضره شربه ملوخيه والخضره المطبوخه اللي كل يوم اللي مسويها شارات السوتيه والدياي مشواي مسوين هاي البشكار الثاني حب حفيظ هريس هريس روح هاي يسوي الطباخ هذا تدربه انتو شو الطباخ هذا قصة طويلة عريضة مالها اول من تالي هذا مساعد طباخ اشتغل ابوي في اربع من البلادين كل بيت اشتغل فيه في 100 طباخ اشتغل عند ناس مهمين من عمان وفي الهند في عمان والهند وفي جدة ورد مرة ثانية اشتغل في الهند في مطعم
المطعم اللي اشتغل فيه في الهند بعد ردوه 3 ستار، فلذلك ما اخذ خبرة جميع الطبابيخ اللي مر عليهم كله، هو معينين مساعد طباخ معيوني يساعد يعني، وطلع حين خذ الخبرة ليه عند الطبابيخ كلها، ولقطته والله لقطة، وحين ضميته تقريبا سنة سنة شيء، والله حليلة شفتوا بخيرة انتو خير. يلا برايكم عاد نتغدى ملوخية، وقلت لكم مسوي دياتشي مشواي، هب دياتشي كامل لا مظهرين العظم مثل ما المطاعم يعني، فالناس كلها شبعانة منها. أنا صور كل يوم شيء في تراثي، هذا أبوي مال إنجليز، ها هاي الأشياء، هاي الملوخية يعني من هالأشياء، والمرقوق ما تعال مرقوق، أنا عيب من مرقوق يوم بربيك خدمت الطريقة كيف وشو ينحط فيه وشو العلم وشو الخبر. يلا خلاف على البرنامج يلا، بس تعالوا لا تنسوا اليوم ترى خروفة. هذا أبوي، هاي سلطة الكيل، هاي سلطة الكيل، واليوم هذا أكلي قلت لكم عنه، عبارة يعني أكل مال أجانب، دياي تي يظهرون عن العظم ويدقونه ويتبلونه ما أدري شو عقب يشونه، فنان والله، ترف بعد طعم غاوي. يلا برايكم عن بنان الخلاف، بس بخبركم عن غدائي شو أسوي عادة، ما أصبر عنكم. أقولكم الذي تخبرون عن الماكينة هاي خبز الخمير، هاي تصنيع شركة شو اسمهم الحريز في دبي اللي ورا الملا بلازة من ناكي محلهم، مصنع كام مكبرة يسمونه مصنع الحريز، جدور والملاليس الدنيا كلها عندهم، وهم جايبين لي هذه الماكينة أظن من سنة حين يابوها، وعندهم عدة أحجام. انزين اقولكم ترى ابوي طلب هذا مالي انا، هذا مسوي لي اياه السوس، السوس ماله روح يسوى الاساوي فنان رقم واحد، السوس ماله هذا الدياي غرب الله تساحر هالطباخ. شو تصورتن قبل انا ديابيهم قبل حريز المونتين، نمون عود ونمون هذا صغيرونه، هاي صغيرونه مقرصين او مقرص عود، هاي تشيل 3-4 قروص مره واحده عمرتين، يبيعونهن عندهم عند قبل حريز يا غير ما اعرف، نسيت رقم تليفونهم نسيت الكرت ماله ما ادري بوين، كنت حاطينه في يوتيوب انا من سنه دقيانوس العام كان يوم جايبين لي اياهن السنه والله نسيت ما ادري متى، يا غير عند عندهم الحريز هم اللي عندهم المكاين شيء في الشبه في السوق، يا غير اللي في السوق هاي تقليد الاصليات عندهم عندهم هالقم الحريز من حي هي نعم. يلا برايكم عاد. بعد ابويا يتنا اشياء حين وين ما يندرب، هذا عصير رمان، شوف عصير رمان ابويا كل يوم هالوقت اشرب عصير رمان، هذا الوقت بين المغرب والعشاء، هاي يسوونه فريش، ها يو ميك ات بلندر فريش، ها بلندر يسوونه بالماكينه هالشراخه وعقب ابويا يشخلونها. هذا ابويا يجينا من عند ابو سعيد القبيسي من جورجيا، تحيدون اللي الجبن اللي قلت لكم عنه هذا مال الياموس، شو اقولكم جبن لا صار ولا استوى، وهاك اليوم نقعد صايح اللي في منكم في جورجيا ييب اليمنه، والحمد لله جزاه الله خير هالرجال اسمه ابو سعيد القبيسي، طال عمرك طال عمرك يا ابو سعيد، والله يرحم والديك وفي ميزان حسناتك ومشكور وما قصرت على يا ابوك اخي، كانك جايب لي ابوي عندك جايب لي شيء لا صار ولا استوى من كثر ما هو قيم، انا احس بي يعني انا ما اقدر من الضباب يا غير فرحت بك انت، بس هذا اسمه حق اللي ما يعرف شو اسمه ويبى منه، هذا شرات الزبد وجبن شي شرات الهدوب هنمو شرات الصلوب صلوب الكباريت داخل ومكنوز، اظني فيه زبد مال ياموس وجبن مال ياموس اتوقع، وطعم لذيذ لا صار ولا استوى وايد فنان، مشكور يا ابو سعيد، وشو والله لو بشكرك من اليوم لين 20 سنه ما كني ما اديك حتى ربي سد انك سمعت الصايح ويبت لي اياه، مشكور ما قصرت. زين وهذا طالع ما ها ودي مناكي تعال يا يلا حط لنا كل جاي كل حط لنا هني اول هذا يلا حط كل سامان حط لنا حط لنا البنك هذا يلا ها هذا ابوي بعد جاي لنا من المكان هذا يلا اوبن اوبن يلا كتلي هي
يلا بسرعة. أيوة بالجلبي. هذا أبوي جاينا من هذا المكان. همبرجرات ثلاث أربع نمونات وما أدري شو أشياء وايدة. شو عادة هنا ما طعمته ولا سقيت بعدني. عصاير وياهن ما أدري شو عاد هذا. كان شكله يبين عليه فنان غير ما يندرى من وين جاي. حد جاي بنا ويابه البيت على أساس يبغى له تصوير وصورنا في حب الله ويستاهلون الجماعة والله يعطيهم ويرزقهم إن شاء الله من حيث لا يعلمون. هذا أبوي ما بنبضي ترى ما يخصكم هذا ودنا المناخ. هذا ما بمال دعاية. هذا شكر وتقدير لأبو سعيد. وهذا أبوي دعاية عبارة اللي يبي ياخذ من عندهم. ما عرفت منو ولا عرف تليفونهم. دشيت الحين قبل المغرب بنص ساعه قال لي البنات وحده هنتين ثلاث. قال لابوي اللي قطنا ابوي هذا الرجال جايب لنا هو بروت ذس مكران هي برنجت انسايد هي مكران ابويا بمخاري وعطاها اياه ونشيت له قطعه داخلها. شو عدد هذا كله همبرجر همبرجر بيبي برجر ولا ميني برجر يسمونه كذا نوع يعني شكلي فنان شكلي فنان غير ما طعمته. شكرا جزيلا للي طرش هذا الشيء. What you said yeah to mention the name for the company بعد yes. So تقول يا وين حط اسمهم. هذا ابوي اسم زين اسمهم from inside also ها. لا هني ما شيء. This is very nice because it's written with the big numbers. هذا وينه هذا؟ yeah. هذا نمبر ما في نمبر هي. This one دوس برجر. yeah. إيه. أنت تبين تسرطينة كأنك. yeah even the inside is like that. You'll eat which one you like which one. Take all of it inside. Also this one? No, this one take it to the thalaja. Show it to madame first and later thalaja. Okay, thank you. وهذا الحين عبا نقول بيا حبيب النبي. هذا ابوي عصير الرمان وما ادراك ما عصير الرمان وفوايده. احط انا ريحة ما الزهر. ريحة شوي خيبة. احط ريحة شوي قطرتين داخله. قطرتين عاد ضروري يكبارد. وينشرخ زين ما زين ويتصفى بمشخلة. مشخلة تكون الثقوب اللي فيها خبيجات صغار صغار حسب ما يطيح الحثبار هاك اللي يود البطن. ونحط عليه ثلاث قطرات من الزهر وبلي الشكر. شو يغدي يضاول الريج. شكرا. بالنسبة حق الرمان شكرا أبوي اليمن العزيز دولة اليمن أو جمهورية اليمنية أو الدولة اليمنية يعني. شكرا على الرمان الفنان. هي نعم ظاهر في بلادهم. لازم نشكرهم. انزين وانتوا يلي طرشتوا هالاشياء شكرا جزيلا. وبالاخص عاد سعيد القبيسي على الله يحفظك يطول بعمرك. ابو سعيد مشكور يا ابو سعيد ما قصرت. فرات تسوي سؤال وين مكران وين مكران وين مكران ليش ما يسوي كلام انت معنا فرات. السلام عليكم. في شغل واجد جديد زراعه ركب جديد مكان ترتيب بس بزي. أيوة. انزين شو اخبار بلاد؟ الحمد لله زين. كل زين؟ أيوة. متى يسوي زواج؟ إن شاء الله بسافر هذا الشهر في جواز. هذا شهر بتسافر؟ إنه وايد تاريخ 5 تاريخ كذا. أنا أبو؟ لا صحيح والله ما يسوي مسخرة. ما يجي بيوقت البلاد جواز. في حرمة ريدي؟ أيوة ريدي. سوي خطوبة ولا؟ خطوبة. في عقد قران ولا؟ إيه خلاص هذا. هذا مالك أنت لو مالها هي؟ مال أنا خلاص ماله هو خلاص. هذا شو أشوف؟ هذا ما في هذا. بعد شذاب؟ نقلي هذا. نقلي. أيوة شو حرمة كبير صغير؟ صغير. أيوة. ميديوم. دبة؟ لا صغير. زي أسود أبيض؟ أبيض. شذاب. أول أنا ما يجيب صورة وايد. هذاك؟ إيه. هكوا أسود. الصورة. هذا سامسونج جميلة سامسونج نور هذا لا سامسونج موبايل هذا. أيوة. شو اسم هي؟ اسمها. ما في معلوم؟ نور جهان. اسم معلوم بس. لا لا عيب ما يسوي كلام. ايه عيب بلوش هناك بس يقصون خشمك. يلا شكرا. بكرة عندك شغل زيادة. ايه يلا سلام عليكم.
السلام تعال يا هني خليها يلا الحين بيطالع صم صمنا عليه لقطرة ترى انت ما يخصك موضوع ثاني الناس غير عمران سلام عليكم كيف حالك شو ها شو هذا الحين والله ما اعرف ما تعرفه شو ايوه مشكورين هاي بيت منو الحين ابراهيم شو ابراهيم ابراهيم راشد محمد الخبيسي لا بنصلهم القبيسي ابراهيم راشد محمد مبارك الخبيسي بنصلهم بن شو اسمه ابراهيم راشد محمد مبارك بنصلهم القبيسي هاي يسمهم الصلاه من شو اسمهم مشكورين مشكور سلم سلم ها شل بيودي هناك كذا المطبخ هذا مطبخ؟ هي يلا شكرا شكرا عمران شكرا خبروني بلعك شو تبوني اقولهم هذا تلوموني فيه هنا الحين تلوموني فيه هذا الحين هالنمونه يعني هذا شيء يرضي الله حريج ريج هذا حريج يعني هذا شو بقولكم يعني ما شيء الصوره روحها الفيديو روحها معبر عن نفسه لو لا دمي بيصخ ما تخلونه يصخ خلك مكانك يا لساني فضحتني بين نيراني هي كلمة غير تنقال لك ما رمت تطريها الأولية ما باليد حيلة فيديو توا جاينا شيف تغاوي يا غير اتوقع انه من داخل غليظ وما بترف ما بترف ومن داخل غليظ يعني عبارة من داخل شرات الروتي يعني ما بياي متنفخ مفرفخ روحه لا هذا ابوي ما بنفرفخ هذا شي خامر يا غير خمير تشرات الروتي غادي كأنك تاكل توست من الكبار من الغليظ يعني عبارة والعلم عند الله شي هذا شي فتو شي تقول شرات القحوف يعني شرات القحف مع العرب هاي لك محمد عبد الله شو الصيد هذا كله حق عيون خالد الخالدي ها حق ابو محمد خالد الخالدي ها مامون هدا حق منو خالد الخالدي هدا حق يستاهل خالد الخالدي يستاهل تعمل خال أنا يوم من كربور تعمل بنتي القرة خبر يمكن حد ناس إن اليوم يوم لا بس بذكره بما أن اليوم يوم لا بس أمسي عليكم وأقول لكم ترى بعد اليوم يوم لا أنا ضار يوم ساعات يوم يوم لا ساعات بنتي وينجلب لا الحين الحمد لله ما زلت مثل مالك الاعصاب مقوي عندي عم مصبرني عنكم يوستولو بعكم كل حد يسال عن هالمعلومه كل حد يتخبر يوستولو انزل ابو وين حرمه ابوي يوم يوم لا يوم يوم حي انا اسمي امتي يا زهز اتسم حميدي
لينا مسوينا هذا الحين اللي اقول لك مليون مليون ادمي متصل ترى شي مسجات ردك كل هاي اللي تسوي دعايه ابويا اولا اللي انا مسوينا هذا هذا جماعة ما اكيد مبدعة ولا تاجر صغير ولا تاجرات صغيرات ولا هاي الاشياء يعني يسمونهم مال البنيات ولا مال حد يدور زي ونصيب والله يا ابوكم يا انه مبدعاية حتى ونفت مبدعاية لكن لو حتى كان دعاية شو المشكلة يعني اللي يقول انا وانا يسوي دعاية انا وين ساير بعد شو المشكلة في اني انا اسوي دعاية شركات اعلان والناس تسوي دعاية الشيء اللي يرجع أنا أبوي هذا ليني عرضه وقايل بدال الودي ألف ودي حتى ليبى شيء أصوره وبيرديش اللي براي أنا لا أكل هالهمبرجر ولا 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 والفاست فود ولا شيء أنا ما أكله يا غير يعني لي البيت صورته ومشكورين للي طرشوا لكن أني أنا أكله أنا ما أصور يعني شيء يجيني ما بصوره فقارة ما ياب ولا يبارة تصوير كان أكل ولا شرب ولا دلة ولا فنيال ما أقول شيء أنا أبدا أنا أبوي شرات الحضرة كل اسمك تلوب فيها ها ها كل اسم حضرة من كل اسمك تلقط فيها اللخمة اليريور البياحة النيسرة كل أمور ترى اسمها حضرة الحضرة كل شيء يتشل كل شيء يلوب فيها انزين هذا اولا ابوي منو قال لكم انا ما اسوي اسوي للشيء اللي يرزق شيء الفنان اعطيه سواء دعايه ولا ما بدعايه لكن الشيء اللي ما يتشاهد بقول لي يتشاهد اسكنت انا ما اروم ابوي اشيل ذنوب اللوادم ذنوبي انا اروح ادسد بعد احمل عمري ذنوب اكثر عن طاقتي حش علي يلا بس عاد عليك بتلبس احب الصبح من خابص مختبص ويا هالفيديوهات اللي مال خبز الخميرة اسمين سويت حق عمري شغله الله مغني عنها اقولكم بسير النادي بصلي وبسير النادي يلا بنرمس خلاف ما ظن اليوم في شيء خروفه لان باكر وراي سرحه دبي من الفير الساعه 10 لازم اكون في دبي المفروض اني احرك من البيت الساعه 7:30 ولا 8 لربع يكون انا ظاهر ان شاء الله برمس وياكم هلا في الطريق في حال اني ما عديت خروفه اليوم العلم عند الله لين الحين بعدني يالس لا صليت العشاء لا صرت اتمرن لا تلبست لا همك الله لا هم يحزنون وحد من العرب قدامي ناقميني نقمه او اني ما رمس وياهم هداي ويا السناب حتى في يوم الله وانك تقرا المسجات وما ترمسنا يعني شو يا لك الجنه مايه لك الجنه بنرمس الجنه يلا كنت لبست ها على ما تشوفون متلبس وزاهر على اساس اني بسير ابوي النادي جتني ام محمد قالت ابوي لا تسير اليوم لا تعنى انت بدال ما تسرح باكر سرحه الصبح دبي انت موعدك الساعه 10 يا غير ابوي انت الليله ضو دبي وبتبات بتستريح بتعيب من الله خير وباكر ابوي بتنش على دوبك ولا تستعيل وماشي وراك كضه وما يحتاج تقبض خط بتخلص شغلك ان شاء الله شغلي بخلص على الساعه 1:30 وان شاء الله ان غداي في مدينه محمد بن زايد برد ابوي بضبي وبتغدى هني كان ما استوالي شغلي يعني في دبي بخلص شغلي الساعه 1 ومن عقب انعزم هي بضبي ترى بتغدى في بيتي وما عزم ترى دبي كلها بيوت وكلها بيتي كلها دبي بكبرها بيت من بيوتي دبي بيت الجميع ضام أمة لا إله إلا الله ما بتعيز عني أنا نفر واحد هي نعم وين ما جيت أبوي بتغدى وانعزمت هذا وما عزمت تراني أبوي عطنت وظبي وعينت من الله خير وقيلت وباكر شو عندي أنا أبو ظبي باكر ماشي ورا باكر الله يسلمكم
عرس الرميثات في الميلس، ميلس المشرف يوم الثلاثاء. يوم الاربعاء شيء بعد عرس من غير، اظني في صاله في نادي الضباط يمكن، نسيت والله ما اتذكر وين. عندي الكرت ضروري اني احضر، مدعاي لازم احضر، اللي كان انا ما في البلاد لا حولي ولا قوه غير انا في البلاد، ومدعاي لا بدلي مليه. يلا بنربط، اظني شيء اني بعد لكم خروفه وانا ساير. العلم عند الله، سالفه علم ولا خبر، لكن اظني شيء موضوع شكر لفئه معينه من الناس اللي ما حد تطرق لشكرهم يعني، او ما حد جابهم في الطاري، ولهم باع كبير في الحفاظ على العيال وعلى المجتمع، وما سمعت حد جاب لهم طاري. وانا هاي السالفه من يوم في مصر اتهدد بجيب طاريها، وان شاء الله اني اليوم بعد لكم الموضوع وانا ساير من بضبي لين اوصل دبي اذا الله جعلني بالحين ان شاء الله. بارك الله فيكم. ابوي اللي تخبرون عن مقدار الماء في خبز الخمير ويا المريس، العينه ترى عين شيء من العين، عينك ميزانك مثل الخنفروش. الخنفروش ساعات البيض هو ترى خنفروش، ترى على فكره ان شاء الله بنخدم الخنفروش عقب مده وبنرويكم طريقته الاصليه. الخنفروش الاصلي، هبل جيمات يسمونه خنفروش، ولا الفقاع يسموه خنفروش، ولا اللي ينخلط ما ويا بيض وطحين وشكر قالوا خنفروش. لا، الخنفروش الاولي اللي جديد اللي يعرف يخدمه، نادر من النوادر حد يخدمه. المراد هب هذا موضوعنا الله يحفظكم. شو كنت اقول؟ في زهايمر وكثر الرمسة، عتينة الرمسة، والله الحابل بالنابل اختلطت المواضيع. هي فالعينة الخمير عينك ميزانك، عينك يا الادمي ميزانك، تعرف كل من لانت العينة يعني تتقاوض، يعني تتكلمت يعني تغري قطعة، لكن ما بيامده انغدت وايد يابسة قد الخمير شرات الربل. ضروري تكون ترفة ألين تميل لليونة تليل أكثر من أنها تكون عصة العينة، يعني من تدقها لانت يعني عارف ميزارك، ما أدري شو طريقة عادة، لكن كل من كني عارف يعني أبو أنت مرة ميتات لين هالكثر ما تعرف مرة عادة أنا أبو ما يستوي، لازم شوي فيك حركة يعني أبو عينك ما تروي ما تشوفن، لازم بتعرفن. يلا يعتشر ترى يحطوا لي شيء ياكله بتوكل على الله. ها شو ما في دهاك شو تقول؟ شو تقول؟ من ما في دهاك؟ ما في دهاك، يلا تعالوا صفوا كلكم ياي. خوس ما في لاين عدال بعض. هذا شو هذا لباس مال وين؟ مال الشركة. مال شركة، هذا مال المسعود للسيارات. ايوه هذا الحين انتوا الحين نفر اشوفكم بيتحركوا تشتغلون عند المسعود، انتوا منو كفيل مالكم؟ على ذلك حالتي. علاش لابسين مال مسعود؟ تعال هني عدا البعض. يا الله عن ابوكم. لا ييمة يسمونه بساسير. دور انت في النصيف حق تظهر الصورة زين. في النصيفة نصفك سيف العباس. اي واحد رقم واحد. يلا سوي اغنية واحد سونج. ما في سونج؟ يلا سوي اغنية. الرعن ابوها بتلاصقين ولا بعيد يا صبر. اقول لك الحين بيشلوك بتشتغلون وكاله مال مسعود زين؟ اوكي ان شاء الله. بعد هذا مسعود وكاله زين، هذا 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 لبس كله هذا من عند المسعود زين. قولوا شكرا. شكرا. ايه هذا من عبد الله المسعود. ايوه. ايه شكرا ابو حميد. شكرا. هذا انسان رقم واحد مطرش لكم كل واحد وحده وحده زين. مطرشات عاد ويا منو؟ ويا ابو ثاني. ويا ابو ثاني منو ابو ثاني؟ محمد ثاني ربيتي جايبنهم قال بيودوهم حق عمالكم نشوف فنايلهم. ابوي اللي لابسين فنايلهم هاتيات وجدام
ويا ابوكم وعلى هنتين هنتين ولبس العافيه. يلا ثانك يو فيري ماتش. شكرا شكرا. عفوا. وعشرين نمشي 110 120 وحده هنتي وحده هنتي بنستن في فندق وين القناة المائية وين فندق وين القناة المائية هنا القطنة مجمع فنادق حجزنا في القطنة فندق وافج وحجزنا يقولون الفندق وايد جميل العيال حجزوني فيه يعني وقالوا نحن بابا بيربينا والفندق فنان. وحين وصلت الباهي وإن شاء الله ما بمستعيل أنا قص بالعاني أريد أوصل على الساعة 12 ونص وحدة على أساس أحط راسي وأرقد لا بس لا يمين ولا يسار ما أريد أتمشى إن شاء الله أسبوع هذا بس الخميس واليمعة والسبت بقزلهم كلهم في دبي بابي ليلتين الخميس واليمعة والسبت ليلتين ثلاثة أيام